يعني المنحة بالنسبة لكم تستلمونها، بدل القطعة تستلمونها، بس احجوا بالله انه تكمل قضيتنا وتنقر عليها ويضيفوننا. حد حسين قاطع زير جاه وبارك الله بيه جاي الشاهد خويا. فيا اخوان، اي واحد يقول لكم انه صاحب بطاقة حمراء موظف او غير موظف، الحقوق مالتكم تستلمونها، ما بيها كل مجال. اطمئنوا، يشهد الله ورسوله كل حقوقكم ان شاء الله، بس ينقر القرار وتسير الامور. هسه الحمد لله والشكر الامور سارت اللا رجعه بعد بيها، عبرت كل مراحل اللي نتمناها بالوضع الايجابي هي عبرت، الحمد لله والشكر. الوضع جدا ممتاز وجاي يسير بالاطر القانونيه الصحيحه، قاعدة بيانات بدأت تكمل وكملت وتحولت إلى حقوق الإنسان، وحتى إذا أراد مجلس النواب طلب قاعدة البيانات الآن لديكم قاعدة بيانات جاهزة. الله يحفظكم أخوتي كلكم المعلقين اللي يكتمون اللي يسلمون، بارك الله بكم، واللي عنده سؤال ونقدر نجاوبه هم نجاوبه، الله يحفظكم. فيا أخواني أصحاب البطاقات الحمراء، لا يروح تفكيركم بعيد وأشوف بدأ يصدر فرد كلام. أخوان، ما مسموح لأي صاحب بطاقة حمراء في عموم العراق أن ينشر شغلات من عنده. حياك الله أخوي علي حسين قاطع زيرجاوي، الله يحفظك، منسق محافظة ذيقار، بارك الله بك. ما مسموح لأي واحد من أصحاب البطاقات الحمراء أخويا، لا بخير والدلل وبالدفتر هسه أسولف وياك، بس خلينا نكمل هذا الموضوع لأخوتنا.